الانتفاضة المصرية العربية الإسلامية من داخل المسجد الأزهر الشريف، حيث الملايين وليس الآلاف من المصريين والعرب من شتى بقاع الأرض هنا من داخل منارة العلم والعلماء هنا من داخل الأزهر الشريف، حيث تواجد آلاف من المواطنين داخل الساحة من داخل مسجد الأزهر الشريف، يقول للعالم كله العرب هم الأقوى، العرب أمة واحدة مهما فرقوها ومهما قاموا بتلك الأفعال الخبيثة والخديثة من أجل غزة وأهل غزة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كلما وقف الجنود بغزة الله أكبر، كلما قالوا لا إله إلا الله من المسجد الأقصى، من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الملايين وليس الآلاف من المصريين والعرب من شتى بقاع الأرض هنا من داخل منارة العلم والعلماء هنا من داخل الأزهر الشريف، حيث تواجد آلاف من المواطنين داخل الساحة من داخل مسجد الأزهر الشريف، يقول للعالم كله العرب هم الأقوى، العرب أمة واحدة مهما فرقوها ومهما قاموا بتلك الأفعال الخبيثة والخديثة من أجل غزة وأهل غزة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كلما وقف الجنود بغزة الله أكبر، كلما قالوا لا إله إلا الله من المسجد الأقصى، من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله،